يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد. أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد، لكن حين أذهب إلى المنازل لإصلاح بعض الآلات يصر بعض أصحابها على منحي مبلغا إضافيا، وأنا أرفض ذلك لكنهم يصرون، فهل يجوز لي أن أخذه؟ لا، لا يجوز لك أن تأخذه، وأنت موظف لأجل إصلاح القيام بهذا العمل، هل يكون من الرشوة، لأنك إذا أعطيته ينصح في العمل عندك، وإذا راح للثاني اللي ما يعطي شيء يغش في العمل ويتطلع إلى العطاء، هذا يخرب الموظفين والعمال، الرشوة خراب للمجتمع، ألا يجوز هذا العمل؟ نعم.